بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا ديمو الابر سنترال كارفنج. اول حاجه في الستبس بتاعه الكارفنج ان احنا نعمل سموثنج للبلوك. البلوك للاسف اول ما بنطلعه من العلبه بيبقى رف، فبالتالي لازم نعمل سموثنج للبلوك علشان ان احنا نعرف نشتغل عليه. السموثنج بيبقى بالفليم، بنشغل الفليم بتاعنا، نستخدم الكارفر، احنا نعمل بيه سموثنج للبلوك. تعديه سريعه كده بس ان احنا نمسح الخرابيش اللي على البلوك بتاعنا. كل السايد نعمل لها سموثنج. ما بنسخنش نايف جامد لان لو سخنت جامد تعمل نقر في قلب الواكس. وندفيها حاجه بسيطه، نعمل سموثنج. عملت سموثنج لكل السايدز بتاعه المكعب، هعمل سموثنج برضو للجزء اللي فوق اللي انا هستعمله في البلوك. كده خلاص البلوك بتاعي سموث وجاهز ان انا اقدر اخد عليه المقاسات وان انا اقدر اعمل الرسمة عليه. بالنسبة لي المقاسات بتاعت الابر سنترال، الكراون لينس بتاعي 10.5 مللي والروت لينس بتاعي 13 مللي. بستخدم المسطرة اللي معمولة من ورق الجراف، بحطها على اول البلوك وأعلم علامة عند 10.5، ومن 10.5 بقيس 13 مللي. يبقى أنا كده خدت مقاس الكراون وخدت مقاس الروت. طبعا بكرر الستيب دي في كل السايدز، لازم تكون الورقة على أول البلوك عشان أبقى أخد المقاس مظبوط. كل مرة بلف فيها البلوك اتأكد ان هي في نفس المكان. بعد كده الخطوة اللي بعد كده بوصل البوينتس اللي انا عملتها داير ما يدور مع بعض، بوصلهم بالكارفر الكبير قد ما اقدر اخلي ايدي ثابتة ان هو يكون الخط مستقيم. كده انا عملت مربع، المربع ده هو اللي هيتعمل كارفنج للكراون فيه. هعمل مربع تاني، ده اللي هيتعمل كارفنج للروت فيه. الجزء ده 10.5 مللي، الجزء ده 13 مللي. الخطوة اللي بعد كده ان انا هقطع البلوك بتاعي. القطع بتاع البلوك بتاعي ده بكل بساطة ان انا بسخن الكارفر، بسخنه كويس واقطع بعيد عن الخط بتاع ليميت الروت. بس ده اكسس واكس انا ما عدتش محتاجه، تمام. بعد كده في اكسس واكس انا لان انا قاطع بعيد، كل ده انا هسيحه عشان بس وانا بقطع انا ما رضيتش اقرب من الخط عشان ما يبص. سيح بقى كل الاكسس واكس ده. على الاربع سايدز عيني بصة وبسيح الواكس. طبعا ايديا لازم تكون في التسيح، خاصة في التسيح بتاع الرسم، مش التسيح ده، عمودية على البلوك. ده انا بسيح الاكسس
لسه بسيح، لسه في شويه اكسس واكس بسيح لحد لما اوصل للخط بالظبط. طبعا كل ما بتقرب من الخط النايف ما بتسخنهاش جامد، انت يكاد يكون بتعمل لها بس يعني تدفئه عشان ما تبوظ، لان لو النايف سخنه جامد قوي لما بتيجي بتسيح الواكس بيسيح بسرعه، فممكن انت تلوز كنترول وتضيع مقاساتك. دلوقتي بقى عندي البلوك، واضح ان في عندي جزء صغير وده هو الكراون، وعندي جزء كبير وهو ده الروت، ده 10.5 مللي وده 13. هبدا بعد كده اقسم الثيردز وارسم الميد لاين بعينيا من غير مقاسات. هقسم الكراون ده لثري ثيردز، خلاص استخدم الكارفر في الستيب دي، سيان الكارفر الصغير او الكارفر الكبير ايا كان، المهم يكون بس حجر فاير على قد ما اقدر. وانا برسم الخطوط دي ما اضغطش جامد بالكارفر، الضغط جامد بالكارفر بيطلع روايش واكس كتيره ما بتخلينيش اعرف ارسم. طيب هديك مثال بعد ما اخلص رسم ثيردز. بس طلعت هنا بوينت عشان اوصل دي بدي، عينيا تبقى شايفه. خلاص انا قسمته كده ثيردز، ده المكعب الاكسس بتاعي. هديك عليه مثال في رسومات اللاينز، ده لاين هعمله بلايت بريشر، بص يا دوبك عمل خط، وده لاين عملته بهيفي بريشر، تلاقيه طلع روايش واكس بره. كل ما تيجي ترسم اللاين بهيفي بريشر هتلاقيه بيطلع روايش الواكس دي اللي انت شايفها دي، وتزعجك في الرسم ومتعرفش منها تشوف اي حاجه. ده كده كاكزامبل. فبالتالي في الرسم بتاعي او في رسم الاتلات بتاعتي التقسيمه بتاعتي لازم اعمل القصه دي، ان انا اعمل لايت بريشر. دلوقتي هرسم بقى الميد لاين بتاعي برضو بالعين، بقسم الميد لاين بتاعي. عايز تقسمها بمقاسات اقسم بمقاسات، مفيش اي مشكله. برسم الميد لاين، وصل النقطتين ببعض، ادي عيني جبتهم، فانا كده عيني تقدر تشوفهم. فانا رسمت ثيردز ورسمت ميد لاين. ابدا اخد مقاساتي من الميد لاين ده، هتلاقي عندك في الكتاب العملي بتاعك اعمل زوم اوت زوم اوت زوم اوت. الكتاب العملي بتاعك هتلاقي فيه المقاسات، هتلاقي عندك فيه كراون لينز، في روت لينز، في حاجه اسمها ميزوديستال دايمتر اوف ذا كراون، ده اللي هو مقصود بيه ات ذا كريست اوف كيرفيتشر، وفي ميزوديستال دايمتر ات سيرفكس. احنا ما دام بنرسم الليبيال سيرفس يبقى هم دول المقاسين اللي احنا هنشتغل بيهم. هنرسم الرسمه الليبيال ونسيح عليها الواكس، خلاص. فدي الرسمه اللي احنا هنرسمها. اول حاجه هتلاقي الميزوديستال دايمتر المقاس بتاعك المكتوب في الجدول ات سيرفكس، تلاقي مقسومه بنص 3.5 3.5، هي مكتوبه 7 انت بتقسمها بنص 3.5 3.5. احنا بس هنزود نص ملي عشان الفينيشنج، وهنزود هنا نص ملي عشان الفينيشنج. المقاس بيتاخد من الميد لاين لحد البوينت دي، تمام. طيب بالنسبه للميزوديستال دايمتر ات كريست اوف كيرفيتشر 4.5 4.5، احنا هنخليها 5 و5. كراون لينس 10.5، الروت لينس 13. هنرسم الرسمه بالمقاسات دي وبعد كده هنسيح الوكس. احنا هناخد المقاسات بالمسطره، بس للاسف لو انت خدتها بالمسطره بالظبط يعني حاول تكبر نص ملي بس، بحيث ان انت تقدر تدي مساحه للفينشنج قدام وانت بتفنش. لو فنشت زياده عن اللزوم ممكن السنه تصغر منك جامد قوي يبقى شكلها وحش، فممكن تسيب لنفسك كده يعني براح نص ملي بس تقدر تشتغل بيه، يعني نص ملي من الميد لاين ميزيال ونص ملي من الميد لاين ديستال. دلوقتي انا هحط الورقه بتاعه المقاسات بتاعتي اهي، حطيت الخط على الميد لاين. دلوقتي المقاس بتاعي ات سيرفكس اللي هو الخط اللي فوق اللي هو السيرفايكال لاين ده،
المفروض 7 مللي ابروكسيميتلي، هزود يعني هو المفروض يبقى 3.5 3.5، فانا هزود نص مللي ميزيا ونص مللي ديستال، فهيبقى 4 و4. هعمله 4 احط نقطة و4 احط نقطة. طبعا ممكن ما تبانش قوي النقط، بس لو قربناها كده هيبان ان انا في نقطة هنا حطيتها بالكارفر ونقطة حطيتها هنا بالكارفر. تمام باينين. بعد كده هاخد المقاس بتاع الميزوديستال دايمتر ات كريست اوف كيرفيتشر، ده بيبقى عند الانسايزال ايدج، ده بيبقى اكبر هيبقى 5.5 مللي. طبعا هو المفروض 8.5 ابروكسيميتلي، يعني المفروض هو 4.5 4.5، انا هزود نص مللي هخليه 5.5 5 مللي اهو و5 مللي اهو. الخطوه اللي بعد كده ان انا اوصل البوينتس دي ببعضها ستريت لاين، مفيش اي فنيات مفيش اي حاجه، هو انا بوصل بس البوينتس ببعضها. طبيعي طبعا ان اللاين ده هيطلع مايل لان تحت 5 وفوق 4، فهيبقى مايل. ده الكراون بتاعي، انا كده رسمت الكراون خلاص. بعد كده المفروض هرسم الروت. طيب وفقا للنظري المفروض ان الكراون الروت بتاع الابر سنترال انسايزر ان هو كون شيب وذ بلانت ايبكس. طب ده يترسم ازاي كون شيب؟ ان احنا هنرسم الروت اول تلتين بارل، بعد كده بعد التلت الاخير هنعمل فيه التيبر. يعني انا همشي اول تلتين اسف بارل اللي هو ده، وبعد كده ابدا اعمل التيبر في نفس القصه برضو في الجزء الثاني الميزيال او الديستال اهو، همشي بارل تلتين وبعد كده ابدا اعمل التيبر، ساعتها يطلع لي الشكل اللي هو المخروط او الكون شيب. يبقى انا كده خلصت الرسمه بتاعه الليبيال سيرفيس. طيب الرسمه دي الخطوات دي هتتكرر مره تانية اون ذا اذر سايد اللي هي الناحيه دي، لازم ارسمها مره تانية خلاص. فسريعا انا هعمله، طبعا قلنا المقاس ات سيرفكس 4 و4 4 مللي، هنعمله اسرع شويه، و ات كريستوف كيرفيتشر اللي هو ات الانسايزال ايدج 5 مللي و5 مللي، اوصل 2 بوينتس ببعض. بعد كده ارسم الروت بتاعي اللي هو عند اول 2/3 بارل، بعد كده في الثلث الاخير اعمل التيبر. ملاحظ لو ايش الواكس اللي بتطلع دي ناتج ان انا ايدي تقيله شويه في الرسم، انا هبدا اخففها عشان ما اطلعش الروش. يبقى انا كده رسمت الرسم. هنت كده لطيفه، دلوقتي انا عندي رسمه في الوش ده ورسمه في الوش ده، على اساسهم بسيح البلوك. انا لازم وانا بسيح ابقى ماسك الواكس بيربنديكولر وماسك النايف بتاعتي فيرتيكال عليه عشان ما بوظ الرسمه بتاعتي. يعني ابقى ماسك كده البلوك كده يبقى هوريزونتال كده اهو خلاص، بيربنديكولر على السطح بتاعي تمام، والنايف بتاعتي تبقى عموديه خلاص، لا ميل كده ولا ميل كده ولا ميل كده ولا ميل كده، التميل ممكن يبوظ معايا الرسمه. هنت كده ممكن تسهل عليا شويه الكارفنج ان انا اوصل الرسمه دي بالرسمه دي. لو انت دققت هتلاقي ان في البوينتس بتاعت الرسمه دي نوصلها والبوينتس بتاعت الرسمه دي نوصلها. طيب ايه فايدة الخطوة دي؟ الخطوة دي بتخلي عيني شايفة ان في خط انا هقف عنده، مش هسيح اكتر من كده، بحيث ان انا اقدر عيني تبقى متابعة السطح ده والسطح ده والسطح ده، فبالتالي تطلع الرسمة اقرب ما يكون للمظبوط. تمام؟ دلوقتي هنبدأ التسييح. قبل ما نبدأ التسييح، التسييح هيتسيح الكراون الليبيال سيرفيس هيتسيح على مرتين، هنسيح الكراون لوحده
وهنسيح الروت لوحده. النايف بتسيح ستريت، فما تحاولش تاخد الاثنين مع بعض سوا، ممكن تبوظ منك. طيب فاول خطوه ان احنا هنفصل ما بين الكراون والروت بنوتش كده، وبعد كده نسيح الكراون لوحده، وبعد كده نسيح الروت لوحده. هنشوف الخطوات دي وهتبقى مفهومه اكتر لما نيجي نشوفها. طبعا كميه الوكس حوالين الرسمه في حتت كتير وفي حتت شويه، فما تسخنش النايف جامد في الحتت اللي بتكون الرسمه فيها اللي هو كميه الاكسس واكس قليله. بندف النايف بتاعتنا، انا بعمل نوتش كده بميل عشان ما اخبطش الرسمه. ادي كده النوتش بتاعتي، يعني ممكن تعملها في اتجاه الكراون وممكن تعملها في اتجاه الروت. في الاحسن ان انت تعملها في اتجاه الروت. تاني مره انا هعملها لك في اتجاه الروت. دلوقتي انا هسيح الكراون ماشي في خط ستريت لحد لما اوصل للخط. ديني انا وصلت للخط بتاعي، سيح الناحيه الثانيه، عيني برضو على الرسمة التانية، كده انا عملت النوتش في اتجاه الروت. طبعا الاحسن ان هو يتعمل في اتجاه الروت. اديني بسيح لحد لما وصلت للخط وشلته. دلوقتي انا عندي الصحيح، لو دققت فيه هو مش منتظم، انا سيحت على هنا الرسمه شويه وعلى الرسمه هنا شويه وفي النص هنا عالي، لازم كل ده يتساوى، لازم اعمل فينيشنج لكل ده سوا واسويه كده بحيث ان هو يكون كونتينيوس مع بعضه. خلاص عيني بقى على الخط اللي انا رسمته فوق، لو انت دققت فيه سلايت اكسس واكس برضو ده لازم نشيله. ما ينفعش تسيب واكس لان سيبانك للواكس ده هيتعبك في الفينيشنج في الاخر، فلازم الواكس الاكسس كله يتشال. خلاص عيني بتبص على الخط، لسه انا ما عملتش سموس نيم الجزء اللي في الكراون اللي انا بداته، اعمل له سموس نيم. طبعا عيني على الخط اللي انا زودته من فوق ان انا ما عدهوش، يا دوبك بس اشيله، ما سيبش اكسس كتير، لان لو سبت اكسس كتير بيتعبني في الفينشنج زي ما قلنا قبل كده. لسه في شوية اكسس باينين اهم في خط، شيلهم، لازم اعمل سموث نين للسيرفس كله. بعد ما بنعم الواكس ما امسكوش لانه حطيت صباعي عليه بيعمل بصمات، سيبه لحد لما ينشف خالص. لسه في شوية اكسس خط اهو، في هنا جزء الناحية دي لسه ظاهر، سيحه. تقريبا شبه مظبوطة يعني. لو انا يعني مقلق من التسيح ولسه مش متعود ان انا اسيح، ممكن بالكاربر كده انا اشيل على بالراحة خالص، بس مشكلة الكاربر ده بيعمل خرابيش كتير، فاحنا بعديها هنعمل سموثنينج. خلاص كده انا شلت لحد الخط بالظبط، شايل لحد الرسم هنا كراون بس، وهنا برضو شايل لحد الكراون بس. خلاص نبدا بقى نشيل الكراون الناحيه الثانيه. زي ما قلت لك انا المره اللي فاتت فصلت ما بين الكراون والروت باتجاه النايف ناحيه الكراون، ما بفضلش الحركه دي، يستحسن ان احنا نفصل باتجاه الروت. طبعا ايديا عمودي، يمكن يكون شويه، يا ريت نعمل زوم بس، ممكن شوية ما بيبانش عشان انا ماسك المسكة العمودي،
هنزوم شوية، زوم زوم عشان يبان. طبعا انا يا دوبك بس مدفي النايف، شايفين النايف؟ طبعا قبل الرسمة ما شيلش بعد الرسمة، يا دوبك بس فصلت ما بين الكراون والروت. دي الرسمة. الناحية التانية عامل نفس القصة، ادفي النايف بس وافصل ما بين الكراون والروت. بس فصلت ما بين الكراون والروت، ابدا اسيح. اسيح الكراون الاول، طبعا ايدي عمودي، بشيل لحد الخط. الناحية التانية نفس القصة، بشيل لحد الخط. عيني على الرسمتين وعلى الخط اللي انا زودته في الاخر برضو. اعمل سموثنينج للتو سيرفيسز، للرسمتين دول، حاسس ان هما يبقوا رسمه واحده. اعمل سموثنينج كده كده. انا عملت سموثنينج للكراون كله، سيبه بس الواكس ينشف. لو الواكس لسه سايح وانت حطيت صباعك بيعمل بصمات، البصمات دي بتطلع في الفينشنج بيبقى شكلها وحش قوي. سيبه ينشف خلاص. اديني سيحت الكراون. الخطوه اللي بعد كده ان انا اسيح الروت. الرسمه لازالت عندي ظاهره، فواضح انا المفروض اسيح لحد فين. هنبدا نسيح الروت. الروت زي ما قلت لكم ان اول تلتين عندي بارل، وبعد كده التلت الاخير هو اللي فيه التيبر. فاحنا هنسيح اول تلتين بارل، او هنسيح البلوك كله بارل. بعد كده هيبقى معايا حته واكس اكسس اللي هي اللي حصل فيها التيبر، انا بسيحه كله هو بارل. الجزء التاني برضه سيحه كله بارل. انا كده سيحت على الرسمه كله برر. هبدا اعمل الناحيه الثانيه برضو. هعمل سموثنينج بس. تمام، اديني كده عملت سموثنينج. بص انا حطيت صباعي بالغلط على الجزء اللي انا سيحته، حصل بصمه. سموثنينج كده وفينشينج. خلاص كده كله تمام. بقالي الجزء الاكسس المثلث اللي فوق ده اللي انتم مدققين فيه، ده اللي هو الجزء اللي حصل فيه التيبر. سيح الروت الناحيه الثانيه. ممكن اسيب دي في الاخر. سيح الروت الجزء البارل بس. نفس القصة الناحية التانية. سايحة برر. افنش السيرفس كله، اخلي السيرفس كله مستوي عشان ما تعيبش في الفاينل فينيشنج والبولشنج بتاع السيرفس. خلاص كده السطح كله بيلمع، مفيهوش ولا خربوش. سيبه يبرد كده. انا بقالي المثلث اللي فوق بس اللي هو الجزء الواكس ده، هشيله بمنتهى البساطة. سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة. لو أنا مش متمكن من التسيح ممكن أسيحه، أعمله على البارد. أنا بس بسيحه. الرسمة من الناحية التانية برضو نفس القصة. لو دققت هتلاقي إن شوية من الواكس ناتج على إن النايف بتاعتي كانت سخنه جامد قوي، شويه من الواكس زحف على الرسمه وغطى شويه الرسمه. حاول تتجنب المستيكس دي، بنبهك ليها. دي بس كانت
النايف سخنة شوية أو أحيانا بيبقى البلوك مايل، فنقط الواكس ممكن تنزل تغطي الرسمة، ودي بتبقى مزعجة جدا. دلوقتي أنا فنشت الجزء بتاع التيبر، أدي أول تلتين برر وآخر تلت هو اللي بيحصل فيه التيبر. طب بصيح لحد فين؟ بصيح لحد الخط بتاع الميد لاين. خلاص نفس القصة، أعمل الجزء الناحية التانية، طبعا الرسمة من الظهر مش باينة قوي. اديني سيح الجزء التاني، سيح ده برضو. اعمل سموثنج للسيرفس كله. خلاص كده انا خلصت خلاص الجزء بتاع اللي بيا السيرفس. انا عملت الكراون وعملت الروت، يدوبك بس الكراون والروت. راعي بس ان لازم تكون الخطوط بتاعتك اللي انا مقسم فيها الكراون انتو ثيردز لازم تكون واضحة، لان انا هرجع تاني ارسم الثيردز دي مرة تانية على السطح اللي انا لسه مسيحه ده، هرجع تاني ارسمها مرة تانية، وبعد كده ابدأ بقى ان انا ارسم البروكسيمال سيرفيس وسيحه.